الأستاذة الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ. تعددت القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة، المبادرة الرئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة في قرية القراكات التابعة لمركز بيلا إحدى القوافل، حضرتك متواجدة هنا واليوم السابع متواجد مع حضرتك. قولي لحضرتك ايه الخدمات التي قدمت للمرضى للاهالي سواء لقريه القراكات او لتوابعها؟ هي القوافل دي كلها بتبقى تبع مبادره حياه كريمه للاستاذ رئيس الجمهوريه. بنعمل حوالي اربع قوافل في الشهر. بتبقى القافله عباره عن يومين اتنين، بيبقى يوم اعداد قبل يوم القافله، بنحاول ان احنا نعمل اعلان عن القافله، عن وجود التخصصات اللي موجوده فيها، عن طريق المساجد، عن طريق الرائدات الريفيات، فبتتغطى اعلاميا. المثقفات السكانيات بتتغطى اعلاميا من الاول كويس في اليوم اللي هو اعداد للقافله. بعد كده بتاخد يومين اتنين، بيبقى فيها حوالي 12 عياده، بيبقى فيها تخصصات كتير جدا، بيبقى فيها بطنه، اطفال، عظام، رمد، جلديه، فبتبقى شامله، بتبقى قافله شامله. بيتعمل فيها برضو تحليلات وفحوصات، بتعمل فيها الامراض المزمنه، الكشف على الامراض المزمنه، الضغط والسكر. بيتقدم فيها يعني داخل القوافل ولو جزء صغير من باقي المبادرات بتاعه السيد الرئيس، لان بتبقى يعني في قرى بتبقى يعني اكثر حرمانا شويه من الخدمه الطبيه، فاحنا بنحاول نغطيها بالقوافل اللي موجوده دي. فالحمد لله نسبة الأقبال فيها بتبقى كويسة، يعني مش بتبقى متوسطة، لا النهاردة الإعداد والقافلة كان كويس جدا، الأقبال على القافلة كان عدد كويس ما يقرب من 1000 يعني، ولسه باقي يوم، ولسه باقي إعلام في الجوامع وفي الرائدات الريفيات، لسه باقي بقية الحملة الإعلامية عشان تغطي بكرة كمان اليوم التالي للقافلة، ولسه بقيت اليوم للقافلة، لسه اليوم معانا طويل يعني. تمام. ال 12 تخصص بالاضافه، انا شايف ان في سيارات بره، السيارات دي عباره عن ايه؟ بتبقى سياره كعياده بيتعمل فيها كشف، يعني عياده النساء بيبقى فيها سونار، بيتعمل فيها كشف سونار، بيبقى فيها بيبقى عياده عظام، بيبقى فيها اشعه، بيبقى فيها بتتقدم فيها الخدمات المتكامله كعياده، كعياده متكامله شامله يعني، فيها الاخصائي اللي موجود والممرضات بتؤدى فيها الخدمه. كل الخدمة مجانية؟ طبعا كل الخدمة في القوافل كلها مجاني، وكل الأدوية اللي بتبقى متواجدة فيها احنا بيبقى ليها إمداد جميل جدا، بيبقى فيها أصناف كتير جدا، يعني ما يقرب 165 صنف متواجد، بحيث ان هو يغطي كل التخصصات اللي موجودة في القوافل. في حالة اكتشاف مرض ما أو محتاج عملية أو محتاج اكتشاف مثلا أورام أو ما إلى ذلك، بنحاول على طول، بتعمل جواب تحويل وبتحول المستشفى على أي تخصص اللي موجود فيه، بتحول المستشفى، بتعمل بقى بقية الإجراءات بتاعته على نفعة الدولة، وبنشوف العلاج بتاعه بتتكمل يعني بقية السايكل بتاعته ومجانا. يعني هي العملية مش عملية إجراء كشف طبي أو تقديم علاج؟ لا إطلاقا، لا هي بتبقى عملية مجرد إن أنا بغطي فيها الخدمة الطبية للمكان المحروم ده، وبعد كده لو فيها بعض تخصصات محتاجة إن أنا أحولها مستشفى عشان تجري عملية جراحية، بنحاول طبعا المستشفيات، وعندنا القوافل اللي هي كانت قبل كده بنحاول فيها حالات جديدة كتير جدا ومعمول لها عمليات. طيب نقول نسبة الإقبال من الفئات، هل كبار السن اكتر ولا الشباب اكتر ولا الاطفال؟ لا هي القافله بتبقى فيها اقبال من الشباب ومن الاطفال، لان بيبقى القافله فيها اطفال، بيبقى فيها الكبار، بيبقى فيها الفئات العمريه المتوسطه، بيبقى فيها سيدات لعيادات تنظيم الاسره ذات نفسها عشان وسائل تنظيم الاسره اللي بالمجان، وبيبقى فيها عياده نساء، فبيبقى الاقبال عليها يعني مختلف، في اختلاف بالفئات العمريه. هو انت حضرتك بتقولي لي هي قافلتين كل شهر، اربع قوافل شهريا. القافله يومين ويوم اعداد قبل القافله اللي هو اليوم الاعلاني او التحضير لها. طيب بيتم اختيار القرى بناء على ايه؟ على ان نسبه الاماكن المحرومه من الخدمه الطبيه، ما فيهاش وحدات صحيه، ما فيهاش اماكن تؤدى فيها خدمه طبيه جيده، بتحاول ان احنا نغطيها بالقوافل والتخصصات اللي موجوده دي، بيتم فيها تقديم الخدمات كاملة زي حضرتك ما شفت كده، كل التخصصات اللي موجودة معانا. جميل.
طيب من خلال اليوم السابع تقولي ايه لكل اهالينا سواء في الكراكات او القرى اللي هي طبعا اليوم الثاني بكره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. انا بقول ان دي فرصه طبعا مش هتتعوض، ان احنا بنجيب لكم جميع التخصصات وجميع الاخصائيين المستشارين لغايه عندكم، فالمفروض ان انا استفيد اكبر استفاده من الخدمه الطبيه اللي بتقدم دي، سواء نساء سواء اطفال سواء عظام. وغير كده ان بيبقى صرف الادويه للعلاج لها بيبقى علاج مجاني ومتوافر فيه جميع الاصناف، فانا بلوم فرصه بصراحه مش هتتعوض يعني. بصراحه السيد الرئيس مش هيعمل اكتر من كده، خدمه لغايه البيوت اهي ديليفري. تقولي ايه الاطقم الطبيه اخوات حضرتك، وانا عارف التعامل حضرتك معاهم، الشباب اللي هم صغير المسؤولين من كبار الأطقم الطبية اللي هم بيطوفوا قرى المحافظة؟ والله أنا يعني بقدم لهم الشكر، لأن هم طبعا يستاهلوا كل التقدير والاحترام للخدمة اللي بيقدوها، وإن هم بيقعدوا يومين متتاليين طول النهار في قلب القافلة. بصراحة أنا جيت النهاردة وما كنتش متوقعة إن أنا هلاقي الشغل الجميل ده، ولا هلاقي الخدمة اللي بتقدم بالطريقة دي وبالنظام ده وبالجودة دي. أنا بشكرهم وبقول لهم ربنا معاكم، هو ده اللي انا منتظره منهم يعني. ان شاء الله باذن الله. اسمحي لنا بكره ان شاء الله باذن الله برضو اليوم السابع يتابع مع حضرتك القوافل، وبعد اللقاء ده برضو هناخد لقطات كده هو مع حضرتك في العيادات، ونشوف الخدمه الطبيه التي تقدم للمرضى والاهالي قرية القركات اللي تابعة لمركز بيلا. شكرا معالي الدكتور. كل متابعينا في اليوم السابع رصدنا لحضراتكم قافلة طبية تابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهنكمل. كان معكم محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ.